وقفة لو إن الرواسي وقفتها لزال منها جراها قد ساروا من الكتام عجاجا قد ساروا من الكتام عجاجا حسب الناس أن ذاك سماها قد ساروا إلى السماء رعيدا نفخة الصور كان دون فداها وتراها لدى الهياج سودا يختفي الموت من قليل لقاها بيدي مهالك نفوس العادي بيدي مالك نفوس العادي صرعت العباد في موغاها بقي الحسين من بعدهم ينادي حباي لو غير الحمام مصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا ما حد بدا من رجالي يسرج على ميموني تلك مصاب يا رجال في كربلاء عفتوني ضلت يا خويا الحيلة سيف انكسر وسناني وظليت مالي ناصر ومكسر الجنحاني في كربلاء متحير وحدي ولا لساني ما حد بقى من رجالي يسرج على ميموني جمرة غما في كبي وجمرة عليها واطي خيل تجول علي وخيل على فصاطي السهم العدا صايبني وسهمي عليهم خاطي ما حد بقى من رجالي يسرج على ميموني كل ما جذبت الونة كل ما جذبت الونة ما شفت حد لباني وموت البطل من المعركة زلزل جميع عرشاني وأعظم علي مصيبة ذبحة جميع أخواني جاسم الأكبر والبطل في كربلاء عفواني الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تعقلون الأدلة التي يسوقها الفلاسفة التدليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى الأدلة المعروفة دليل الحدوث السببية دليل الغائية كلها وردت في القرآن الكريم بشكل موضح ومبسط هنا يلفت الله سبحانه وتعالى النظر إلى دليل النظام وفي الأرض آيات للموقنين يقول أن من نظر إلى الأرض تكون الأرض النظام الذي وجدت به المقومات التي وجدت عليها من أجل أن تمد وجود الإنسان وفكر في تقديرها وتقنينها على هذه الصورة وضبطها لكان ذلك كافيا في أن ينهيه
إلى الإيمان بموجب ومدبر وراءها. أرضنا هذه على علاقة وثيقة بالشمس كما تعلم، هي بعض طوابع الشمس، وهي أكثر من ذلك. لولا الشمس لم استطاعت أن تمد أحياءها كل أحيائها بمقومات وجودها، يعني أن وجودنا على الأرض مرتبط بوجود الشمس. تبعد أرضنا عن الشمس بمقدار 93 مليون ميل، لأن بعدنا عنها 8 دقائق ضوئية تساوي 93 مليون ميل. هذه الشمس لو قربت منا أو قربنا منها بمقدار الربع لاحترق من في الأرض وما في الأرض. فمن الذي وضعك في هذا المكان؟ لو ابتعدت عنها بمقدار الربع لتجمد من في الأرض وما في الأرض. فمن الذي وضعك في هذا المكان دون أن تبتعد ودون أن تقترب؟ هذه الأرض تدور حول نفسها بسرعة 1000 ميل في الساعة، تدور حول نفسها كالمسرع بمقدار 1000 ميل في الساعة. لو قللت من هذا الدوران لاختل نظامك، اختل نظام الفصول واختل نظامك اليومي. هذه الأرض تدور حول الشمس بسرعة 18 ميل في الثانية، لو أبطأت أو أسرعت لاختل نظام الفصول. وفي الأرض في تكوينها في وجودها آيات للموقنين. هذه الأرض ليست مستقيمة وإنما مائلة حنواء بدرجة 23 درجة، زاوية مقدارها 23. لو أصبحت مستقيمة لاحترق القسم الذي تواجهه الشمس وتجمد القسم الآخر الذي لا تواجهه الشمس. فمن الذي جعلها منحنية بهذا الشكل بحيث لا تسقط أشعة الشمس عليها عمودية فتحرق قسما وتجمد قسما آخر؟ وفي الأرض آيات للموقنين. الشمس ترسل أشعة، في هذه الأشعة أشعة قاتلة، لو نفدت للإنسان لقتلته للتو. أشعة ما فوق الحمراء البنفسجية غير ذلك، هي أشعة قاتلة يتعرض إليها الإنسان، إذا تعرض إلى جرعات معينة منها يقتل يموت. الله يريد يحميك منها، كيف حماك منها؟ وضع على ارتفاع 70 ميل غلافا يحيط الأرض، غلافا كثيفا من الغازات يلف الأرض تصطدم به أشعة الشمس فلا يصلنا منها إلا النافع. أما الضار، أما القاتل، أما الأشعة الكونية المميتة فلا تصل إلينا. من الذي غلف الأرض وأخطرها؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. في كل يوم يصل الأرض آلاف الأطنان من الغبار الذري الذي ينتج عن انفجار الكواكب. كواكب تنفجر في الفضاء، تنطلق نواجذ، ألا تبصر هذه النواجذ في السماء في ليالي الصيف وحتى في ليالي الشتاء؟ هذه النواجذ ليست إلا غبارا ذريا، يعني بعض أجزاء كوكب منفجر أو بعض الجزء من كوكب منفجر أو حجرة صغيرة انفجرة تمشي بسرعة هائلة. هذه السرعة الهائلة خلال اصطدامها بالغلاف الهوائي الأرضي حتى ما توصل لنا، لو وصلتنا يمكن احنا يعني نطن، قطعا نطن تحت هذا الغبار، يمكن تنزل علينا بعض الأجرام تقتلنا، يمكن تحدث انفجار ذري في الأرض، توصل للأرض تنفجر انفجارا بريا تقتل الأرض وما عليها. فماذا فعل الله؟ الأرض ملفوفة بغلاف هوائي، بس تصطدم به تعترق، تحترق. انت تشوفها تتخيلك نجمة زرقت من مكان الى مكان، هي مو نجمة زرقت، هي مجرد غبار صغير، ذرة صغيرة اصطدمت عندك بالأرض بالغلاف الهوائي واحترقت، وانت تشوفها جاية لك، لكن تتخيل انها مارة في طريق يعني عمودي.
ما يعني قلت منك اسمح لي في أن هذا شيء. الشيء الآخر رحنا نعيش بالطبع في الهواء على الأكسجين من دون لا يمكن أن نعيش ولا خمس دقائق. الأكسجين وفره الله سبحانه وتعالى في جو الأرض بنسبة ثابتة لا تتجاوز هذه النسبة 21% من مكونات غازات الهواء منذ أوجد الله الأرض وأوجد الناس وأوجد الحياة، وهذه النسبة ثابتة. مسألة عجيبة جدا، احنا نتنفس ونستهلك الأكسجين ونخرج ثاني أكسيد الكربون كم قاتل، معاملنا تشتغل، أجهزتنا تشتغل وتحرق الأكسجين، ومع ذلك الأكسجين ثابت بنسبة 21% من هذا الذي جعله في نسبة ثابتة. وكيف وما هي الطريقة؟ طريقة التبادل بيننا وبين النبات، نطلق ثاني أكسيد الكربون تتناول الأوراق الخضراء، أوراق الحشيش، أوراق النبات، أوراق الشجر، فيها معامل إلهية دقيقة، معامل لا يمكن للإنسان بحال الآن أن يصنع نظيرها ولا مثلها، معامل هائلة. تأخذ ثاني أكسيد الكربون تفصل بين عناصره، تطلق الأكسجين وتأخذ الكربون، هذه المعامل تأخذ الكربون، ماذا تفعل به؟ تحوله إلى حبيبات سكر تتغذى عليه. يعني احنا النفس الذي نطلق الزفير هو اتحول إلى غذائها، بالتالي يصبح غذائنا نفسنا، يعني السم الذي نطلقه يصبح غذائنا، احنا نأكل النبات والشجر والفواكه وحيواناتنا تأكله يصبح غذائنا، فاحنا نعطي للشجر وهو يعطينا. هاي العملية لا تتم إلا داخل خليات يطلق عليها البلاستيدات الخضراء. البلاستيدات الخضراء تحت المجهر تبدو تماما كما تبدو خلية النحل، مثل عش الزنادير كخلية النحل، تمتص أشعة الشمس، وبواسطة امتصاصها لأشعة الشمس تخلق طاقة تحول عن طريقها ثاني أكسيد الكربون إلى حبيبات سكر. وفي الأرض آيات للموقنين، بعد في الأرض أشياء. إحنا في غذائنا لو أكلنا خبزا فقط وما أكلنا شيء من الخضار أو شيئا من اللحم أو البيض أو الحمص أو الفول، وظلينا عشرات السنين أو سنين عديدة نأكل خبزا فقط، النيس. ليش؟ لأن الخبز لا يشكل إلا جزءا من المواد اللازمة لكياننا. لذلك سؤال الذي يعانون نقص تغذية معناه بعض العناصر ما متوفرة في أغذيتهم، نحتاج إحنا إلى بروتينات، ونحتاج إلى نشويات، ونحتاج إلى دهون، ونحتاج إلى أملاح، ونحتاج إلى فيتامينات. الذي خلقنا يدري بنا محتاجين إلى هاي كلها، فماذا فعل؟ أوجدها في الأرض. بروتين موجود بالحيوان وموجود بالنبات، فيتامين موجود بالحيوان وبالنبات، أملاح موفرة أيضا في النباتات وموفرة في الأرض. تحتاج ماء عذب وفره لك، هم عن طريق تبخير معين يرسل الله سبحانه وتعالى الشمس تبخر البحار، يهطل المطر، الأرض تختزن إن الماء العذب، ما كنا عذب، إنما العملية عملية التبخير، يتساقط من السحاب تختزنه الأرض، يخرج على شكل عيون ينابيع، أو يتجمد على شعفات الجبال كثلوج، تأتي شمس الصيف فتذيبه فتنحدر الأنهار العذبة. وفي الأرض آيات للموقنين، هاي كلها آيات بالطبع تستدعي التأمل. بعد الدورات الحياتية، الأرض شلون استطاعت تحتفظ إنها بطاقتها ومنذ ملايين السنين تمدنا
وشنها يعني الطاقة الغذائية اللي بتنبت بيها الشجر والنبات كيف لم تستنفذ؟ الخالق سبحانه وتعالى موجد دورة حياتية، يموت جيل ويحيا جيل، يموت جيل ويحيا جيل، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، عملية تبادل. وفي الأرض آيات للموقنين، ليش مثل تفهم الهدوء؟ وفي أنفسكم أفلا تعقلون؟ في أنفسنا ماذا؟ كل خلية من خلايانا آية، كل جهاز من أجهزتنا آية، كل عملية من العمليات التي يقوم بها جهاز من الأجهزة، غدة من الغدد آية، عمليات تجري وأنت ما تشعر بها. بالصوت ترتفع الحرارة هنا، إذا ارتفعت حرارة دمك بمقدار 1 من 20، 20 من 200 ارتفعت حرارة الدم، راح تتضرر أنت، ربما تموت. فماذا يفعل الله بك وأنت لا تشعر؟ هناك منطقة في دماغك، قاع الدماغ، ترسل إشارة لاسلكية رأسا إلى الغدة المخامية. الغدة المخامية ترسل إشارة للأوعية السطحية، تأمر الأوعية السطحية، العروق السطحية، بأن تتمدد. ثم ترسل إشارة أخرى لغدد العرق حتى تفرز العرق، وإذا الإنسان يعرض يسبح بالعرق. طبعا الهواء يلامس العرق يبرد سطح الجلد، يبرد الدم. هاي الأشياء أنت ما تشعر بها، عمليات تحدث في الداخل دون أن تشعر ودون أن تدرك ودون أن تدري. يد الله هي التي تلعب هذه اللعبة. تبرد في الشتاء، ممكن دمك يبرد 1 من 20، ماذا يفعل الله لكي يمنع دمك من التجمد؟ رأسا قاع الدماغ تطلق إشارة إلى الكبد، أنت كبد أصبح الإنسان في خطر، دم الآن راح يبرد. ماذا يفعل الكبد؟ يرسل مقدارا من الجلوكوز من السكر حتى للعضلات، الجلوكوز وقود، يشتعل هذا الوقود يخلق شيء من الحرارة. بعد يرسل إشارة إلى غدة الكبر، الغدة ما فوق الكليتين، تطلق إشارة هذه الغدة إلى العصب السمبتاوي، فيطلق هذا العصب رعشات، يقوم الإنسان يرتجف. خلال هذا الارتجاف راح يحترق السكر، راح تحدث حرارة تلقائية تحمي الإنسان من التجمد. ثم تطلق إشارة تأمر الأوعية السطحية أن تتقبض، وغدد العرق أن تنغلق، ولذلك تشوف جلد الإنسان يزرق والدم يهرب بعيدا عن سطح الجلد حتى لا يجمد. عمليات تجري في داخلك وأنت لا تحس بها ولا تشعر بها. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، آيات كثيرة أصحاب الاستيقاظ ممكن أن يدركوا شيئا منها. أنت لولا غرائزك ما تنهض بأي عمل، ما تقوم بأي دور. الله حشاك بدوافع تدفعك على رغم أنفك من أجل إحراز مصالحك. ما يمكن أنت تؤدي رسالة الله على الأرض في تكثير النوع الإنساني لو لم يدعك غريزة الجنس. ما يمكن أنت تروح تعمل وتروح تجهد وتشتغل نهارك كله وعمرك كله تعبا، تستثمر الأرض وتبني البنايات وتشيد، لو لم يجعل الله فيك دافعا خفيا من صميم ذاتك. هذا الدافع هو دافع التملك، حب الإحراج. آيات في نفسك إذن، ها؟ ثم أنت اتأمل جسدك، اتأمل كل شيء فيك، شوف آية. إذا رجعت تتأمل تكوينك وردت ترجع إلى بدايتك الأولى وتشوف البداية كيف بدأت ضئيلة، كيف أنت بدأت من بداية سلمان الفارسي رضوان الله عليه وهو يحاول أن يخلي الإنسان شوية يتواضع، يقول له أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين جنبيك تحمل العذرة، يريد يخليه شوية يطأطأ رأسه. إذا ردت تعود إلى
الرجل مرة واحدة، يعني بإمكان كل رجل أن ينتج لو توفرت له بيضات مقابلة 60 مليون في الدفعة الواحدة. فأنت حيوان صغير جدا ضمن هذه النقطة الصغيرة. هذا الحيوان ما إن يقذف في مكانه في الرحم بقدرة الله سبحانه وتعالى يقطع مسافة طويلة شاسعة، بالنسبة إلى تعد بآلاف الكيلومترات، بالنسبة إلى حجمه، إلى حركته بليلبة ذيله، فهو حيوان صغير ما يكاد يبصر بالعين، هاي تعد آلاف الكيلومترات. وين البويضة تنتظره؟ يعني التي هي خلية المرأة تنتظره في البوق. هو يقطع المسافة الشاسعة، لو يروح يمين لو يروح شمال لا يمكن أن يظل، لا يمكن أن يتيه، لا يمكن أن يتخبط طولا، يقطع مسافة المهبل كلها ومسافة الرحم كلها، يطرق الرحم ويعبر إلى البوق في مكان ضيق جدا ويدخل البوق. هناك ولد البويضة وهي تنتظره يدخل في البويضة، إذا دخل في البويضة أطبقت عليه أغلقت بابها، بعد ما تسمح لواحد آخر إلا إذا كان قويا نشيطا هائلا يغامر مغامرة يدخل على رغم أنفها. إذا دخل على رغم أنفها يحدث التوأم، فيحدث التوأم مجرد أن تلقح البويضة هناك من مكانها ما كانت منطلقة. ليش ما استقبلتي بالبداية؟ ليش ما نزلت والرحم؟ ليش ما هبطت إلى مكانك الأساس؟ إلى أن جاء إليها وخطبها على حد تعبير الشيخ الجسر وساق إليها المهر، ومن هناك انحدر معها إلى الرحم، انحدروا معا إلى الرحم، وفي الرحم أخذت مكانها. إذا أخذت مكانها من سيوفر لها القدرة على التنام والكبر ويمتها بالغذاء ويمتها بالمؤونة؟ القدرة الإلهية تنقسم إلى 2 إلى 4 إلى 8 إلى 16، تتصور على نفسها تشكل شيئا يشبه اللقمة التي يليسها الإنسان، ثم تكبر بعد إذن فإذا هي قطعة من اللحم، قطعة خالية ما إلها أي صورة، مجرد قطعة، قطعة من اللحم كالثبت كالثبت تماما. ثم إذا هاي القطعة بعد إذن تتصور، أي مهندس يا أخي قام على تصويرها؟ أي فنان نحتنا هذا الشكل اللطيف؟ طب واحد الآن نحتنا صورة إنسان نقيم الدنيا ونقعدها في تكريم الدنيا، تقوم وتقعد لبيكاسو فنان الأعظم لأنه يقلد لنا صور الطبيعة يعني كريشة، الدنيا تقوم وتقعد الدافنشي أكبر عبقرية فنية رآها العالم، الدنيا تقوم وتقعد لكبار الفنانين. ليش؟ لأنه بدون نقول لك صورة إنسان نحسن دقيقا يعبر عن ملامحه وتقاطيعه دين وانفعالاته، أو يصورون لك إنسان بشكل يعبر عن الانفعالات. أنت ليش تعتبر هذا عظيم؟ أنه تعتبر الذي أوجدك أنت صورة متحركة عاقلة ماشية فنانة خالقة مبدعة، هاشجد عظيم هذا دين؟ وإذا هي قطعة اللحم بعدين تتصور، بعدين من دون أن يكون عليها مهندس ولا فنانين ولا بنائين ولا أي واحد يحاول أن يقطع منها شيء، هي تتصور خلاياها الذي هي بالأساس شيء واحد، هي قسم منها يتخصص بخلق العظام، قسم منها يقوم بإيجاد العصب، قسم بإيجاد الغضروف، إيجاد المخ والمخيط، إيجاد الجلد، قسم يتخصص بإيجاد أشياء أخرى. من هذا الذي فعله؟ أي مهندس قام عليه؟ من أشرف على هذه العملية؟ العلم المادي رأسا يجاوبك، بسيطة المسألة جدا. هذه الخلية تحمل 48 زوجا من الكروموسومات، وكل كروموسوم يحمل عدد من الجينات، والجينة هي اللي تنقل الصفة الوراثية. الجينة ماذا؟ الجينة خريجة جامعة كيمبرج أوكسفورد، الجينة عندها قدرة على أن تصمم وتهندس، الجينة فنان عظيم. بالأكلاء شنو الجينة؟ مجرد جزيء صغير، ذرة صغيرة. شنو الجينة صممت؟ نقلة لون العينين، شكل الأنف، شكل القامة. سهل التعليل المادي، لكن القدرة الإلهية وراء المادة.
القدرة الإلهية وراء السبب الطبيعي. الشيء الذي يلفت النظر أن محمد صلى الله عليه وآله طبعا ما شق عن رحم امرأة وشاف هذه العملية من البداية أبدا، ولا كان في عهد محمد شيء من التشريع على هالمستوى، وما في أشعة أكس حتى تصورنا العملية، وما في أيضا منظار وضعت الآن العلم أمامه ويشاهد أجهزتك، ما موجود. محمد اسمدري هذه العملية تجري داخل رحم الأنثى، إنا خلقناكم من نطفة أمشاج مختلطة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لعل الآية بالضبط هكذا. المهم أن الآية الكريمة الغرض الذي نريده من صوتها ساقت عملية التطور الجنين داخل الرحم بالضبط كما عرفه العلم، علم الأجنة. علم الأجنة عمره يعني منتد إلى أكثر من 30 سنة، من أن محمد صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة أن يعرف أن الجنين يمر بهالمرحلة، نقطة علقة مضغة، بعد المضغة تخلق العظام، بعد العظام يفتى اللحم، ثم ينشئه الله خلقا آخر، خلقا آخر صورة كاملة. من أين محمد صلى الله عليه وآله ذلك؟ طبعا من الله، من الله. هذا الجنين بالطبع الناس الله سبحانه وتعالى يمده بكل أسباب بقائه، هو دخل نطفة منفصلة ما إلى علاقة بالرحم، نطفة منفصلة واحدة جاءت من المرأة واحدة جاءت من الرجل وشكلت الزيجوت ونزة الرحم، رأسا يصل الله بينها وبين الرحم بحبل، يصل بينها وبينه بحبل، وعن طريق هذا الحبل يتلقى غذاءه، عن طريق المشيمة يتلقى غذاءه، وإذا هذا الطفل يتنفس ويتغذى فحسب الأسود. العلم يقول هذا الطفل إذا واجه الضوء يموت، وإذا واجه الهواء يموت، وإذا أصيب بأي يعني شيء يهضمه يموت. لذلك الله حفظ في قرار النسيم يعني 3 أغشية، يسميها العلم طبعا بأسماء إفرنجية، الغشاء المنباري، الغشاء الأميوني، الغشاء الخربوني. القرآن الكريم يتحدث عن هذه الأغشية، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، يعني ظلمات، كل غشاء يخلق ظلمة، فعبر الله بالأغشية بظلمات، عبر عن الأغشية بظلمات. ثم يمشي مع الجنين يمده بعنايته حتى إذا كبر وعاد الرحم لم يتسع له، طبعا العناية الإلهية تحاول أن تخرج هذا الطفل من هذا المحيط الضيق، لم يقدم الطفل عريضة لإخراجه، ولم تفكر الأم في إخراجه، ولم يفكر الرحم في إخراجه، وإنما الله سبحانه وتعالى هو ممكن أنه ظل ينمو إلى أن تنفجر بطن الأم، لكن قبل أن تنفجر بطن الأم في وقت معين محدود، في ذلك الوقت يوحي الله إلى أجهزة الأم إلى غددها، تحركي اعملي انشطي. فإذا هاي الغدد اللي ظلت 9 أشهر جامدة ما تتحرك، لمن يكمل الشهر 9 وإذا بها تتحرك تفرز إفراجات معينة، مجرد هاي الإفراجات تلامس الرحم، الرحم يقوم يتقلص، يتقلص تماما ويدفع بالجنين دفعا هائلا، تحس المرأة بآلام الطلق. الجنين الآن يريد يخرج، ماذا يفعل الله بعد؟ لابد يعقم له الطريق، هذا الطريق ربما يحمل كثيرا من البكتيريا وكثيرا من الجراثيم، ربما كانت تعاني المرأة في مهبلها شيئا من الالتهابات، وهذا الطفل يمر وتتناول هذه الجراثيم ويحملها معه وتؤذيه، فماذا يفعل الله؟
يوحي لغدد اخرى تفرز مواد مطهرة يعني قاتلة للجراثيم. ها تماما مثل الاسبرتو مثل الديتول مثل اي مطهر اخر. ولذلك المرأة قبل ان تلد تخرج منها مواد صفراء كثيرة افرازات صفراء كثيرة. هذه افرازات الصفراء حللها العلماء واذا هي مواد مطهرة قاتلة للجراثيم. يعني بعبارة اخرى تقوم بوظيفة تحكيمية في طريق الجنين. مسألة عجيبة جدا يا اخي من الفتل النظر وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تعقلون. طبعا لذلك ما يعقلها الا العلماء. لذلك يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. خرج الجنين واجه عالم اخر مريد به مشايخ تمام من فكر به ما عنده عقل يفكر. كان يعيش رغدا كان اكله ياتيه عن طريق المشيمه. الان قطعت المشيمه قطعت السره طعام يجب ان يتناول عن طريق فمه ويمر بالمريء وينزل الى المعده وياخذ طريق اخر. طعام الان يحتاج الى عمليه هضم كان ياتيه مهضوما ويمر باجهزه دون عناء. الان اجهزه لابد ان تشتغل. يربخ الطفل لما يسقط يربخ يفرح هبة الفعل الذي تحدث بربحه وصراخه تحرك اجهزته لتواجه عملياتها الجديده وتواجه المحيط الجديد وتواجه العمل الجديد. ويرفع الطفل مره اخرى الى ثدي امه. ما انت يجب ان تسال نفسك الطفل ما مسبوق للثدي مسبوق ان ياتيه غذاؤه عن طريق سرته. الان كن يلتقم الثدي كن واحد يقول له يا طفل هذا الثدي من يعطيه غذاءك الا اذا امتصفته من دون امتصاف لا يعطي غذاء. اكو واحد افهم الطفل هذا المعنى مسبوق هو بهاي العمليه يدركها عاقل مفكر فكر بيها. لا يوضع الطفل على ثدي امه ويلتقمه وكانما كان يعرف هذه العمليه منذ زمن بعيد ويبدأ يربع بشكل تلقائي. في الإيحاء الإلهي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تعقلون. الآية الأخرى العلماء شافوا الطفل الذي يتغدى على ثدي أمه يعيش سليم بينما الطفل الذي يتغدى على الحليب الصناعي يتعرض للإسهالات والالتهابات المعوية. بحثوا في ذلك شافوا حليب الام في الايام الاولى للطفل مجرد نشويات خفيفه وسكر خفيف خال من الدهن يكاد ان يكون ماء فيه قليل من النشويات والسكر يعني بشكل يلائم معده الطفل الضعيفه. يكبر الطفل تتركز المواد تدخل عند ابن الدهنيات يدخل البروتين. الكميه قليله في البدايه كلما كبر الطفل كلما كثرت عملية او كثر الحليب وتركزت مواد اكثر فاكثر. من الذي فكر في هذا؟ الام فكرت في هذا وقالت هذا الطفل ما يتحمل انا اليوم ما انطي حليب مركز حليب مخفف. الثدي فكر في هذا غدد الثدي فكرت والله الخالق المدبر يا مدبري ولست ادري. هذا المدبر الذي لسنا ندري كيف يدبرنا. القلب يشتغل الرئتان يشتغلان الكليتان تقومان بوظائفهما البنكرياس يقوم بوظيفته الامعاء الدقيقة الغليظة واحنا غافلين بمعنى ما في شيء. ما في شيء الانسان غير هالهيكل. ما ندري الانسان عالم مليء بالاسرار. ولذلك اهل البيت عليهم السلام قالوا لا عبادة كالتفكر لا عبادة كالتفكر. أفضل ما يعبد به الله التفكر في مخلوقات الله. الإمام الرضا يقول ليس العبادة أن تصلي وأن تصوم وإنما العبادة أن تفكر في أمر الله. تفكير ساعة خير من عبادة 70 سنة تتأمل بها بما حولك تتأمل بها بنفسك عمق بها إيمانك بالله سبحانه وتعالى. إذا عمقت إيمانك بالله يدخل عليك الاستجابة لأوامره
يدخل عليك الالتزام بأوامرك. يصبح الله يصبح الله مرئيا بالنسبة لك، تشوفه مو تشوفه بالعين وإنما تشوفه بالوجدان فتخشاه. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. ولذلك الحسين يقول عميت عين لا تراك متى غبت حتى يستدل عليك، لأنه دائما يتأمل بيده، دائما يفكر في آيات الله، فهو يرى الله عميت عين لا تراك. ولما كان يرى الله سهلت عليه التضحية في سبيله، سهل عليه أن يقدم الأهل والولد والنساء، سهل عليه أن يتقلب على الأرض جريحا يشفد دمه وهو يقول تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. يقول أحدهم مررت بأبي عبد الله فرأيت شفتيه تتحركان، فقلت إذا كان ابن فاطمة يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. يقول لما دنوت منه أصخيت إليه بسمعي وإذا به يقول يا قوم وحق جدي إني لعطشان. يقول انطلقت نحو عمر بن سعد وأنا أقول له يا عمر هلك الرجل اسمح لي أن أأخذ له جرعة من الماء. يقول أطرف مليا سكت سالت مدانعه، جئت للحسين بالماء وإذا بي أبصر رأسه على رأس رمح طويل. مات الحسين ولم يذق الماء، ثم لم يكتف القوم بهذه القسوة وإنما مروا بالرأس على بناته على خواته، هرعن إليه وقفنا على جسده ودت النوبة وفاخت يحزي انخول اطفالك ما تقدر على فراقك ومدللين بجالك ترضى وراح الشيمة ما تمشي بمظلة عيالك خويا وتقف مكتوفة بديوان ابن مرجانة صدت النوبة وفاحت يا شبه جبنا لادي نهجل هجل جابها ونيطيح بالحادي ما تسمع امك ليلة تبكي وعليك تنادي وتقول ليش الوالي ديرة غرب خلانا. صدت النوبة وفاحت يا ابن الحسن يا جاسم نوجل هزل جابها وانت يا عما نايم ما تسمع امك رملة تبكي ودمعها سادم وتقول ليش الوالي في معركة ويانا. نسألك اللهم ونبيك اجلدنا لما تصدق وفقنا لطاعتك آمنا على أنفسنا. الحاضرين احفظهم فردا فردا، اشف مرضاهم، اقضي حوائجهم، استر عليهم بسترك الجميل. المؤسسين تقبل أعمالهم، أبهم خير الدنيا وخير الآخرة، واكفهم شرهما إلى أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة.